مساء الخير، اسعد الله مساكم اعزائي المشاهدين، وحشتوني. النهارده الحلقه بتاعتي هتكون حلقه تخص الرجال والسيدات في نفس الوقت، وهنتكلم عن موضوع مهم جدا بيشغل تفكير كل رجل وكل سيده. قبل ما ابتدي في الحلقه كنت عايزه اقول بس كلمه صغيره، ان الله سبحانه وتعالى لما خلقنا بشيئين مهمين، اللي هو الروح والجسد. الجسد ده هو محور حياه كل الناس. الجسد إما أن يكون نقمة وإما أن يكون نعمة. الحاجة اللي أنا عايزة أقولها إنه معظم العلاقات الإنسانية أو العلاقات الخاصة كلها بتؤثر بالإيجاب أو بالسلب على الجسد، يا إما الناس تحب جسدهم يا إما الناس تكره جسدهم. النهاردة معانا أحسن حد ممكن يتكلم عن الجسد وإزاي كل الناس ممكن تفكر إنها تنتقل من كرهها لجسدها وعدم رضائها بيه لأنها تبقى بتحب الجسد ويبقى الجسد مقبول. معانا النهاردة دكتور محمد زهران، أخصائي رياضي وخبير تغذية. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك. نورتنا. دكتور محمد، قبل ما نبتدي نتكلم عن الموضوع كنت بس حابة أعرف الجمهور بحضرتك، مين هو دكتور محمد زهران؟ أنا طبيب بشري خريج طب عين شمس، أخصائي في سب سبيشاليتي من جراحة العظام هو الطب الرياضي وإصابات الملاعب، وخبير في تغذية الرياضيين ومدرب في الاتحاد المصري لكمال الأجسام، وشاركت مع قوات المسلحة فريق كمال أجسام الجيش والقوات الخاصة مع الجيش فترة كده بتاعت 3 سنين. دكتور محمد، طبعا مش كل الرجال رياضيين او كل الشباب رياضيين، بس كل راجل وكل شاب بيطمح ان هو يكون فعلا جسمه زي اجسام الممثلين الرياضيين، اجسام زي حضرتك. ازاي يبقى الرجل او الشاب يكون الشيب ده في جسمه؟ هو في الاول بس ان احنا لازم نفصل بين محترفي لعبه كمال الاجسام والناس اللي بتلعب اللعبه دي كمسرح، وواحد بيروح الجيم عشان يظبط شكل جسمه. فلعبه كمال الاجسام ليها قصه تانية، يعني كمكملات او هرمونز او الحاجات اللي الناس كلها بتتكلم فيها، السكه تانية اللي بنتكلم فيها ان في ضرر على الناس وكده. اي حد بيروح الجيم ممكن يعني يعمل ده بالتزام بنظام غذائي وتمرين. تمرين قد ايه بقى؟ من اول 3 ايام في الاسبوع انت كافي ان انت يعني تبذل مجهود كويس عشان تخلي جسمك ان شيب زي ما بيقولوا، يعني فت. تمام. طيب دكتور، الشكل الاوفر قوي اللي بيبقى في عضلات الايد او عضلات الفخذ او عضلات البطن، يعني انا كنت دايما مثلا لما كنت بروح الجيم اسمع بعض الرجال في الفتره بتاعت الرجال يقولوا انه لا، لازم هرمونز ولازم فيتامينز ولازم حقن ولازم. هل الشيب ده فعلا ما بيتكونش الا بالهرمونز دي، ولا ممكن عن طريق الرياضه احنا نربي العضلات دي في الجسم؟ بص، احنا زي ما قلت في الاول احنا هنفرق بين ده وده. تمام. محترفي كمال الاجسام استخدام الاسترويدز معاهم ده امر واقع في اللعب، تمام. لكن في بطولات للناتشرال، يعني في اجسام فت احنا بنشوفها في السكس باكس ودراع ورجل وكل حاجه، عضلات كامله مكتمله وبيلعبوا بطولات ناتشرال على مستوى العالم، ده بيتحلل له تحليل دم، ما ينفعش يكون استخدم اي حاجه حتى لو من 5 6 سنين. تمام. فانت ينفع تعمل فورمه بدون هرمونز. حته المكملات بقى دي اللي فيها اللغط الكبير وفيها دوشه كبيره، يعني حتى في برامج لناس زملاء يعني في مجال الميديا طلعوا في الفتره الاخيره اتكلموا عن ان المكملات دي ضرر وكده وكده. احنا اصلا يعني الواي بروتين اللي هو كل الشباب بتستخدمه ده، ده مستخلص من اللبن، ساعه فصل اللبن بتاع الشرش بتاع اللبن، الميه اللي بتبقى على الزبادي دي. ده الواي بروتين اللي كل الشباب بتستخدمه اصلا، هو مستخدم من الاغذيه بتاعتنا. حلو. ده بالنسبه لموضوع المكملات. ينفع تعمل فورمه بدون مكملات؟ عادي جدا. الموضوع كله في الاساس هو نظام الاكل بتاعك. جسمك لما بياخد بروتين من الفراخ او بياخدها من الواي او بياخدها من الزبادي مش هيفرق، هو كده كده ليه كميه معينه تدخله في اليوم. فالفكره كلها في حساب الكميات اللي تدخل جسمك. تمام. تمام. طيب دكتور، ايه هو الثوابت او الخطوات الثابته اللي ممكن يتبعها الشباب او الفتيات، رجال او سيدات، ان هم يعني مش كل الناس بتبقى عايزه توصل للجسم الرياضي او في سيدات على فكره برضو الجسد بتاعهم رياضي. كتير جدا في ثوره رياضيه في مصر حاليا. وفي انا فعلا في الفتره الاخيره بدات الاحظ، كنت الاول بشوفها في اوروبا، دلوقتي بدات في مصر ابص الاقي البنت ما شاء الله عندها عضل في الدراع وعضل في طيب احنا مش عايزين نتكلم عن الجزئيه دي لانه المحترفين، عايزين الناس العامه، عايزين الناس العاديه، لانه طيب. مش كلنا هنروح نعمل عضلات في دراعاتنا احنا لو بنتكلم على التغذيه الاساسيه فاحنا بنتكلم في قصه حسابات معقده شويه بالنسبه لبعض الناس هتلاقيها صعب عليها، ان نحسب حته الكالوريز ونحسب السعرات الغذائيه والوجبه دي فيها 200 كالوري ودي 300 كالوري، دي مش هتناسب كل الناس. فانا بنتكلم لحد عادي من قرايبي او من صحابي او من اهلي البنات، الموضوع كله بيعتمد ان انت اكلك تبقى عارفه يعني ايه اكل،
الاكل في عندك ثلاث عناصر غذائيه الاساسيه بتاعتك اللي هو الكارب النشويات اللي هي الرز والبطاطس والمكرونه والحاجات دي. تمام. وعندك البروتين حيواني او نباتي اللي هو الفراخ والرز والفراخ واللحمه والسمك والبيض واللبن والحاجات دي. وعندك الدهون الصحيه. تمام. الدهون الصحيه اللي موجوده في السمك والموجوده في المكسرات دي ما تتمنعش خالص. في يعني في فيتامينز ربنا خلقها زي فيتامين A ودي وA وK. الفيتامينز دي جسمنا مش هيستفيد بيها غير لو في دهون في الاكل. تخيلي دكتور مش عايزه اقطع حضرتك تصدق. عايزين نكمل بس في معانا اتصال وحابه حضرتك تستقبله. ممكن تقول الو. الو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الو. الو. انا سامع. الو. حضرتك سامع الصوت؟ انا سامع الصوت. اه. طيب حضرتك مميز الصوت؟ بجمع. طب انا سامع صوت الاولاد. دي دي مدام اسماء زوجة حضرتك. اهلا. لا كويس انك عرفت الصوت يعني. مدام اسماء حابه تقولي للدكتور محمد حاجه كده معانا على الهواء؟ طبعا عايزه اقول له ان انا فخوره جدا بيه وفخوره ان انا زوجته وجزء من حياته ودايما من نجاح لنجاح وفي تقدم واحسن يا رب. اكيد هو تعب جدا عشان يوصل للي هو فيه وان شاء الله يبقى احسن من كده كمان. اكيد طبعا ان شاء الله. حلوه حلوه تهدئه النفوس اللي على الهواء دي. ميرسي ميرسي يا مدام اسماء ربنا يخليكي. نكمل يا دكتور كلامك. كنت حضرتك بتقوله كان كلام مهم جدا. كنت بتقسم التغذيه ازاي الكربوهيدرات وال فاحنا قلنا ان العناصر الاساسيه عندنا في الاكل النشويات والبروتين والدهون. في بعض الناس بتحصل معها غلطه ان بتقفل الكارب خالص او النشويات خالص، يقول لك انا مش هاكل رز ولا بطاطس ولا عيش خالص. ده بيحصل له مشاكل جامده لانه اصلا مصدر الطاقه الاساسي للجسم هو النشويات. ربنا خلقنا جسمنا بيستخدم الطاقه بتاعته من النشويات. يعني مش البروتين؟ لا الطاقه بتاعتنا بتيجي من النشويات. يعني الجلوكوز انت بتشوفي حد لما يدخل المستشفى عيان يعني علق له جلوكوز. الجلوكوز ده هو الوحده البنائيه اللي بنى منها الكارب اصلا اللي هو النشويات. طب دكتور يعني انا معلش انا ليا باع طويل جدا من سنين السنين مع دكاتره الدايت. كنت كل ما دكتور يعني كل ما اروح اعمل دايت مع دكتور كان كل التركيز الاساسي يقول لك عشان تاخدي طاقه وعلشان يبقى عندك عضل وما تفقديش من العضل وتفقدي دهون تاكلي بروتينز. حلو. الاكل كله معتمد على البروتينز وكان فعلا بيمنعونا من النشويات تماما. لا احنا ما ينفعش نقفل النشويات خالص. تمام. ما ينفعش خالص نقفلها خالص ده غلط. كده كده البروتين ده اساس عشان نبني عضلات. تمام. يعني احنا في الجيم احنا بنعمل تكسير للمسل فايبرز او الالياف العضليه عشان نستحس الجسم ان يبني الياف جديده. تمام. اللي بيبنيها البروتين يعني كبناء عضلات من البروتين، لكن كطاقه اللي احنا بنتحرك بيها طول اليوم دي من ايه؟ من الكارب اللي هي نشويات. تمام. فهي الفكره في السلكشن بقى. انت الكارب ده ممكن تاخده من البطاطس الشيبسي اللي في اكياس ده. ممكن تاخده من الشوفان، ممكن تاخده من الرز، ممكن تاخده من العيش الابيض، ممكن تاخده من التوست البني. فالفكره في الكواليتي بقى ان انت بتنقي مصادر محترمه يعني المصدر بتاعك من مكان محترم. من حته الشوفان بالمره سوري بس عشان تمام. لا اتفضل. افتكرت اصل الشوفان في ناس متخيله ان العضلات ما تطلعش من غير شوفان. الشوفان ده عباره عن مصدر للنشويات بس في نسبه بروتين نبات عالي. وهو بيميز عن القمح والكلام ده ان هو بيدي الجلوكوز على وقت طويل شويه، يعني عارفه بيطلع منه ببطء شويه فما بيزودش الانسولين في الجسم بسرعه وبيحسسك بالشبع وما بيديش سعرات عاليه يا دكتور برضه. فبيبقى مناسب في حلفة الدايت والرياضيين بيحبوه وملوش طعم لازع. ممكن انت تزود عليه مكسرات عسل موز زي ما انت عايز. طب دكتور العيش البني والعيش الابيض والعيش البلدي، يعني في دكاتره كتير يقول لك ايه لا الافضل خدي عيش بلدي، الافضل خدي عيش بني. هل نوعيه العيش فعلا بتختلف او ب ب ب بتختلف من نظام لنظام او انه فعلا العيش البني افيد من العيش الابيض او البلدي؟ هو العيش البني فعلا اللي بيتعامل بالرده بيكون افيد جدا، بيبقى فيه فيتامين بي اكتر ويكون الكالوريز بتاعته اقل. اسوأ عيش هو العيش الكايزر اللي احنا بناكله اللي هو الفينو والحاجات الفينو. ده اكتر والحاجات. عيش مضر، كالوريز عاليه، قيمه غذائيه مش حلوه. فعشان كده بنقول لا يا جماعه العيش البني احسن. والسكر البني احسن من السكر الابيض. تمام. بس الفرق مش كبير يعني. للاسف بعض الناس بتخيل تقول لك السكر البني ده سكر دايت يعني مفيش فيه كالوريز. لا مفيش حاجه اسمها الكلام ده. هو اصح من التاني وعشان كده لازم نراقب برضو استخدامنا فيه بناخد منه كميه قد ايه. طب دكتور بالنسبه للسكر معانا اتصال هناخده وعايزين بس نتكلم في نوعيه في حته السكر دي. معانا اتصال ساره. الو.
الو، هو انا كنت عايزه اسال سؤال بس. وانا كبنت لو عملت عضلات مثلا، لو رحت الجيم وعملت عضلات، هل دي هتاثر مثلا على الولاده او كده؟ معلش ممكن ترفعي صوتك شويه؟ تاثر على الولاده؟ انا كبنت لو مثلا رحت الجيم وعملت عضلات، هتاثر الموضوع ده على الولاده او كده ولا لا؟ مش تاثير لو هي بنت وعملت عضلات، هل ده ياثر على الولاده؟ لا خالص على فكره. هو المفروض اصلا يعني احنا حتى في الطب الرياضي فيك شك مننا كده بيكون في متابعه الحوامل. تمام. يعني البنت الحامل لازم تلعب رياضه. يعني لما بتلعب رياضه للحوامل بتسهل عمليه الوضع، بتقوي عضلات البطن، بتقوي عضلات الحوض، بتخلي الطلق بتاعها اسهل واحسن وافيد ليها. تمام. بس في ضوابط للحامل وهي بتلعب رياضه. اول حاجه ان لازم تكون تاخد تصريح من دكتوره النساء بتاعتها او دكتور النساء بتاعها ان هي ينفع تتمرن، ان هي ما عندهاش مشكله في ممارسه الرياضه دلوقتي. تمام. تمام. يعني مثلا ما عندهاش سقط متكرر قبل كده، ما عندهاش مشكله في الرحم اصلا، ما بتعانيش من مشاكل، ما عندهاش مشكله حاليا. تمام. ينفع بقى تمارس. بعد ما تمارس تبقى امتى تمارس؟ ممكن من الاسبوع العاشر او الاسبوع ال 12. تمام. تلعب بمستوى منخفض، ممكن تلعب باوزان، تلعب باوزان منخفضه. طبعا يعني حته المدربين متابعه الحوامل عندنا في مصر ضعيفه شويه، بس على مستوى ما عندناش الثقافه دي قوي. الموضوع ده بيتطور قوي في العالم كله، احنا ان شاء الله في مصر هنستفيد ما عندناش ثقافه يعني متابعه الحوامل ورياضه وكده، لكن العضلات ما تاثرش على موضوع الحمل خالص. تمام. دكتور معانا هلال من المنيا. والو. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا فندم. ازي حضرتك؟ الحمد لله. ممكن اكلم الدكتور البشمهندس؟ اتفضل مع حضرتك الدكتور. اتفضل. السلام عليكم. السلام، اتفضل. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا حبيبي، اتفضل. الله يخليك يا باشا. انا كنت بتدرب كونغ فو وعايز اخش على الحديد، ايه النظام بالظبط؟ ممتاز جدا. السؤال ده بقى في ناس كتير بتساله. في سؤال تاني عند حضرتك يا فندم؟ سؤال، هو السؤال الاخير بس. اتفضل. السؤال عندي سؤال واحد بس. اتفضل معاك. الو. شكرا لحضرتك. كان بيتدرب كونغ فو في مصر دي. اليومين دول في مشكله فعلا في الاتصالات. كان بيتدرب كونغ فو وحابب ان هو ينقل على الحديد. بصي، عشان بمناسبه الحته دي اصلا انا بنصح كل الناس الصغيره ان هي تبدا بالالعاب القتاليه. الشاب الصغير اللي بيبدا عايز يدخل على الحديد من 10 و12 سنه انا بقول له لا. انا اصلا كنت بلعب كيك بوكس كونغ فو، وبعد كده دخلت الحديد عشان اقوي ضرباتي بتاعه الرجل في الكونغ فو مثلا. تمام. فهي ان اللاعب بيلعب كونغ فو او كوره على فكره او باسكت او هاند بول يدخل على سكه الحديد، ده حلو، ده حلو جدا. بس في حاجه اسمها فانكشنال تريننج. فانكشنال تريننج دي للاسف برضه هتلاقي فيها نقص مع بعض المدربين، اللي هو انت كمدرب ازاي تخلي لاعب الكاراتيه هيلعب ايه في الجيم، لاعب الكيك بوكس هيلعب ايه في الجيم. طيب. بتاع الباسكت هيدخل يعمل ايه في الجيم. يعني لو جينا شفنا محمد صلاح مثلا لما راح اوروبا بقى ان شيب مختلف. يعني جسم محمد صلاح اختلف. ليه؟ لان هم هناك اصلا بيركزوا على الفانكشنال تريننج، بيدخل لعيب الكوره الجيم مرتين في الاسبوع عشان يزود اداؤه، يزود عضلاته، يقوي التحاماته. فبتاع الكيك بوكس لما يدخل الجيم ويقوي ظهره ويقوي رجله هيبقى اقوى في ضرباته، هيبقى اثبت في دفاعاته. تمام. تمام. فهي الفكره بقى ازاي توازن. لو تلعب كيك بوكس 3 ايام هيبقى جيم 3 ايام، ولازم في يوم اوف ما فيش فيه اي حاجه عشان جسمك يحصل له ريكفري. تمام. طيب دكتور، احنا لما بنكون مثلا في سن 16 و17 18 سيدات ورجال، بنقدر ان احنا نتحكم في نفسنا في ان احنا نروح لدكتور او ان احنا نظبط الشكل بتاعنا، بس الكارثه بقى عندنا في الاطفال. الأطفال عايزين نعرف إيه هو التغذية السليمة اللي ممكن الأم تتبعها مع طفلها في سن المدرسة، خصوصا إن هو ما يوصلش لمرحلة السمنة. بس قبل ما نبتدي هناخد اتصال من أحمد ومعانا اتصال. ألو. أيوة. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، اتفضل. مع حضرتك يا فندم، اتفضل. لو سمحت عايز عايز اكلم الدكتور. طيب اتفضل معاك الدكتور، بس ممكن توطي الصوت وتسمعنا من التليفون. مع حضرتك ماشي. اتفضل. الو. ميرسي ميرسي، شكرا، يا ريت تحاول تتصل بينا تاني. السؤال اللي كنت بساله بقى بالنسبه للاطفال. بص، انا مقتنع تماما ان بدايه الموضوع في حب الرياضه اصلا في الاطفال او ممارسه الرياضه بعد كده بتبقى من الام في البيت. تمام. الام هي اللي بتخلي جوزها بياكل صحي، وهي اللي بتخلي ولادها ياكلوا صحي. تمام. هي اساس البيت. تمام. في حته الاطفال ان انت يعني تبعدهم عن الجانك فود ده، طبعا يعني مش معقول الثلاجه او كده مفتوحه طول اليوم فيها بيبسي وفيها شوكولاته وفيها بيتزا والكلام ده، وهتقول الطفل كل زبادي وكل كده.
والطفل بيتعلم من اللي بيشوفه قدامه من اللي بيسمعه. يعني ما ينفعش ماما تبقى قاعده تتفرج على مسلسل بالليل جايبه البيتزا والبيبسي وحاطه له هو البيض المسلوق واللبن تقول له اشرب يا باشا تبقى قوي، الطفل نفسه مش هيقتنع. فهي الام لما بتاكل كويس وبتاكل اولادها من الاكل الكويس اللي هي بتاكله، يعني شفت اولادي بره يعني بياكلوا من الاكل بتاعي، الاكل بتاعي بيحب ياكلوا منه. تمام. التونه يا بابا انا عايز اكل تونه معاك، انا عايز اصدور الفراخ المشويه انت بتاكل منها. تمام. هي شايفه ان بابا بياكل ده فهي حابه تاكله. دكتور انا عندي مشكله جامده جدا مع اولادي الثلاثه، انا عندي توأم عنده سنه 5 سنين ولد وبنت، وعندي ولد عنده 10 سنين. يعني كنت الاول بقول انه ابني الكبير يمكن عشان يتعود ماما انا عايز اكل كذا طيب اكل كذا طيب، لكن كمان الصغيرين طلعوا نفس القصه. انا اولادي ما بياكلوش لحوم، ما بياكلوش خضار، ما بياكلوش اي حاجه صحيه، وغلبت ان انا يعني انا حاولت معاهم كتير بس بجد عندي صعوبه. بالبلدي كده بالبلدي كده انت بتتشقلبي مع العيال عشان تاكليهم صح. ليه بقى؟ بتحاول يعني مثلا الشوفان ما بيحبوش، تعمل لهم شوفان كوكيز مثلا، بسكوت شوفان بالشوكولاته. طيب. هتقطع عليه مكسرات، هتحط عليه عسل، تحط عليه فول سوداني، انت بتحاولي تشكلي اللي يناسبهم. طيب. ما بيحبوش اللحوم، حاولي تعمليها بروسيسد بقى، قطعيها مع بصل مع الحاجات دي، فاهمه؟ ممكن يقبلوها. اللحوم تماما ما بتتكلش، تتعمل مع المكرونات مع السباكيتي مع الحاجات دي ممكن يحبوها. فانت بتقعدي تحاولي لحد ما تلاقي الاطفال. هي مشكله الاطفال بتكون فتره بدايه سن المدرسه، يعني انت بتفضلي مسيطره على الطفل في اول سنتين ثلاثه طول ما انت يعني في البيت هو تحت ايدك. اول ما بيدخل المدرسه، وطبعا مش عارف بقى في المدرسه بيسموه ايه، اللي هو كان اسمه الكانتين ايامنا، ما اعرفش دلوقتي بيسموه ايه. المدارس طبعا كل اللي يهمها ان هي تشتغل، حاجه كانت تبيع، لا هيهمه بقى الصحه بتاع الطفل ولا الكلام ده. فانت كأم لازم حته اللانش بوكس يعني لازم يتحط فيه حاجه غذائيه للطفل، لازم في حاجه فيها كارب محترم وفيها بروتين محترم. تمام. مش نحط للطفل مولتو، يعني بشوف ناس بتحط مولتو وحاجات كده للاطفال. طب انت بتعملي ايه في البيت؟ طيب دكتور معانا محمد من الشرقيه. والو. الو يا فندم. ايوه معاك دبش من الشرقيه، انا عايز اسال الدكتور دي في حاجه يا فندم. اتفضل معاك الدكتور. ازيك يا دكتور؟ اتفضل يا باشا. بص يا فندم، انا مشيت على نظام تغذيه لفتره من حوالي شهرين لثلاث اشهر يا فندم. تمام. جسمي نزل فيه بس مع تمارينه وكده، وبعد ما بطلت التمارين دي يا فندم حسيت برضو ايه زياده في الجسم بعد كده، فايه الحل يا فندم في الموضوع ده؟ تمام، وصلت يا باشا. في سؤال تاني عايز تساله للدكتور؟ لا يا فندم شكرا، وانا سعيد بلقائك يا فندم. ايوه اتفضل، وحضرتك اسمع الدكتور هيرد عليك. طيب. المشكله دي يا دكتور في حاجه الناس متخيله ان هو هيروح الجيم مثلا يقعد 6 شهور يبقى ينشيب حلو قوي، وبعد كده ما يبطل هو محافظ عليه. فانا دايما ليا مقوله، انا يعني انا بحضر في كام اكاديميه رياضيه للمدربين الجيم وكده، بقول لهم دايما اول ما حد يجي لك تقول له العضلات ما بتتحوش. انت طول ما انت معانا بتتمرن وبتاكل صح انت مظبوط. هتسيب الجيم ما تستناش العضلات اللي انت عملتها تكون موجوده. تمام. طول ما انت بتاكل صحي انت جسمك كويس. اول ما تسيب الاكل الصحي ما تستناش ان جسمك يبقى كويس. تمام. فهي حته لايف ستايل، يعني مثلا في الجيم بقالي 17 سنه مثلا. تمام. ما بقطعش، هو بقى حياتي. وحته الدراسه برضو، انا مثلا انا سنه داخل امتحانات يا كابتن مش هعرف اكمل معاك الفتره دي، طب ما تقلل تمرينك بس، يعني بدل ما بقعد اتفرج على مسلسل بالليل ولا اخد البريك بتاعي اقعد على القهوه، طب ما انا بروح الجيم بشوف صحابي بقعد معاهم في الجيم وبناكل اكله مع بعض في الجيم وبنتمرن، ممكن اتفرج على ماتش في الجيم واحنا بنتمرن ونقضي وقت حلو. هي فكره ان هو بقى جزء من حياتك اصلا. تمام. تمام. طب دكتور ازاي نكبح الشهيه؟ عايز اقول لك على حاجه، انا كنت في دايت قاسي من فتره عشان كنت مسافر. فما فيش حل. الاراده ملهاش اختصارات. تمام. هي اراده. تمام. بس لما نموت من الجوع بقى هنعمل ايه؟ هي الفكره بقى ان انت عارفه اللي هو انت بتصحى الساعه 2 3 في يعني التلاجة. انا اقصد انه مثلا في حاجات عوامل مساعده انها تكبح الشهيه، انها تسد النفس. كل الكلام ده مش اساس من الصحه ولا من العلم. وطبعا الزبادي بليمون والقرفه واملي بطنك ميه واملي بطنك ميه ولما تجوعش طب ميه. الفكره ان احنا هي نقطه الميه الوحيده اللي صح. ليه بقى؟ احنا ساعات كتير جوعنا بيكون مرتبط بالعطش، يعني انت ممكن تبقى عطشانه. تمام. فانت جسمك بيخلطها بين دماغك كده ان انت جعان، فبتروح على التلاجه تصحى الساعه 2 بالليل تفتح التلاجه بتاكل بدون وعي، تصحى الصبح تلاقي نفسك عامل جريمه اصلا في المطبخ. تمام. فاحنا حته الميه اول ما تحس بالجوع بنشرب ميه كتير، بندخل حاجات كالوريز بتاعتها قليله زي خس، جرجير، خيار. طيب. بصراحه الخيار والجزر اكتر حاجتين انا في الدايت بستفيد بيهم. طب دكتور في هوس الفتره دي من الشباب ومن الرجال والبنات والسيدات وكله كبار وصغيرين قصه السكس باكس. فانا عايزه اسال حضرتك، هل دي
ممكن تتربى عن طريق الرياضه والتمارين ولا لازم يبقى في تدخل جراحي؟ حلو. هي مبدئيا السكس باكس هي عضلات البطن، تمام؟ مفيش حد حتى لو ما دخلش الجيم ما عندوش دراع، تمام؟ يعني حتى لو دراعه صغير بس عنده عضلات الدراع، تمام؟ فعضلات البطن موجوده عند الناس كلها، تمام؟ بس الرياضي بيكون عضلات البطن كبيره وقويه وعليها دهون قليله، تمام؟ فهي ظهور عضلات البطن بيرتبط بالدايت وان انت دهونك قلت، مش ان انت بتلعب بطن. لان بشوف مثلا واحد اوبيز او يعني تخين شويه داخل الجيم بيلعب بطن كل يوم، هو مستني ويقف قدام المرايه، هي لسه ما طلعتش ليه؟ هي الفكره كلها ان انت عندك حوالي 8 طبقات في بطنك، تمام؟ العضلات دي في قدامها طبقه الدهون اللي هي السبكوتينيس اللي تحت الجلد اللي انت تمسكيها دي، تمام؟ الدهون دي مش هتقل من غير دايت، استحاله، لازم دايت، لازم دايت. ونسبه البادي فات بتاعتك او نسبه دهونك في الجسم تبقى قريبه من ال 10%، 10 بقى 9 8 11 لا سكس باكس بدات تظهر. ومش لازم تبقى سكس باكس، فاهمه؟ اللي هم السته ممكن اتنين يظهروا، اربعه يعني. وبصراحه الموضوع بياخد وقت شويه، فلازم الناس تصبر، وحته الاراده ملهاش بديل زي ما اتفقنا. تمام دكتور، مع الاسف احنا وصلنا لنهايه الوقت، بس على في عجاله كده كنت عايزه اقول نظام صحي كده ممكن يتبعوه الناس، فطار غدا عشاء في السريع كده. تمام. هي مبدئيا لازم يبقى في حفاظ على الحركه، مش حتى جيم، تمام؟ خلال الاسبوع لو على الاقل هنمشي كل يوم ويوم ربع ساعه او ثلث ساعه، ست او راجل، حد كبير او طفل او صغير، تمام؟ بالنسبه للاكل لازم الفطار بتاعنا يكون فيه حاجه من الحبوب الكامله زي الشوفان زي القمح كده. منتجات الالبان في الفطار وفي العشاء جميله جدا، بس في العشاء دكتور في اتصال ملح من الاقصر عايزين ناخده، لانه احنا وصلنا او شكنا على خلاص نفاذ الوقت. سلمى من الاقصر، وقالوا السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام، اتفضلي. لو سمحت يا دكتور انا عايزه حاجه تزود الوزن شويه، وعايزه حاجه يعني عايزه نسالك على المكمل الغذائي اللي في الصيدليه ده اللي هيتحط على كوب لبن. تمام، وصلت. اوكي، شكرا. نسمعينا دكتور نرد عليها بسرعه لان احنا خلصنا بسرعه. بقى موضوع زياده الوزن بياخد وقت اطول من موضوع نقصان الوزن. الناس فاكره الرفيع مرتاح، مفيش حد مرتاح، وكله عايز يوصل للوزن المثالي. فزياده الوزن عايزه نظام غذائي محسوب، في سعرات اكتر من جسمها بيحرقها. لازم تحلل، تشوف الاول الانيميا، تشوف ما عندهاش مشاكل في الثايرويد جلاند. حته المكملات بقى اللي هو البايوتيك، الحاجات اللي هي في الصيدليه يعني مش نقول اسامي التجاريه، تمام؟ الحاجات دي يعني هي عباره عن خلاصه بعض النشويات والبروتين، تمام؟ بس مش هتفيدك من غير نظام اكل صحي. تمام تمام. دكتور مرسي متشكرين جدا ونورتنا وافدتنا كتير الحقيقه. اعزائي المشاهدين، وصلنا لختام حلقتنا النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معانا، وان شاء الله انتظروني الاسبوع المقبل في حلقه جديده.